مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد في قناة سيلفي سبورت. معكم أشرف صباح، واليوم الفيديو عن تشيلسي، التعاقدات الجديدة اللي تعاقدها الفريق، تعامل لامبارد معها، توظيفه للأسماء الجديدة، إيش اختلف بين الموسم الماضي والموسم الحالي في تشيلسي. نبدأ كلامنا في الموسم الماضي. كانت بداية جيدة أقرب إلى الممتازة من لامبارد، قدم مستوى جيد جدا، تأهل للشامبيونز، وصل لنهائي الكاس. كانت بداية جيدة بالنسبة لفريق محروم من التعاقدات وأيضا محروم من نجمه الأول إيدن هازارد. بعد بداية الموسم الثاني كل الأنظار توجهت إلى تشيلسي، خصوصا بعد سوق الانتقالات الرهيب اللي قامت فيه إدارة تشيلسي، فتم تدعيم صفوف الفريق بأسماء هجومية مثل زياش وفيرنر وهافرتز، وأسماء دفاعية مثل تشيلويل، تياغو سيلفا وميندي. مع هالتعاقدات كان مطلوب من لامبارد انه يلاقي الاسلوب الفني المناسب ليقدر يطلع من كل لاعب افضل ما لديه، فانه يوظف كل لاعب في مكانه الصحيح كان هذا الشيء المطلوب من لامبارد، وراح يحسن الفريق من مستوى الى مستوى اخر تماما. وصولا لليوم بعد 13 مباراه لتشيلسي في جميع المسابقات، 4 انتصارات في الدوري مع 3 تعادلات وخساره وحيده، متصدر مجموعته في الابطال بفوزين وتعادل، وايضا في كاس الكاربو كاب فاز في مباراه، ومن ثم خسر المباراه التي يليها بركلات الترجيح من توتنهام وخرج من البطوله. تشيلسي بدا الموسم باسلوب لعب 4-2-3-1، لكنه بدا الموسم بدون لعيبه كثيره يعتبرون اساسيين بالفريق مثل بولازيتش، زياش، تشيلويل، ميندي وتياغو سيلفا. هاي السبب انه بدأ الموسم في عجز فني، بدأ الموسم بدون فرص كثيرة في الملعب، فكان عاجز عن الموازنة بين الخطوط وربط الخطوط بين بعضها البعض. كانت بداية تشيلسي ضعيفة بعض الشيء، الفريق كان مفتقد لحرارة المباريات بسبب عدم تواجد اسلوب تحضيري في المباريات التحضيرية، ما كان في مباريات تحضيرية كثيرة، وهذا الاشي حكى لامبارد كثير في تصريحاته. هاي المشكلة مع غياب الأسماء خلت الفريق عاجز عن بناء الهجمة بشكل سلس، أيضا اعتماد لامبارد على أسلوب 4-2-3-1 مع اعتماده على ماونت في مركز الجناح، تواجد هافرتز في النص، كان الفريق عاجز عن بناء الهجمة، فكنا نشوف خط الثاني بعيد عن الخط الثالث، فكان الفريق يعاني جدا في انه الخطوط بعيدة عن بعضها البعض. لكن مع عودة الأسماء الفريق بدأ يتحسن، وشفنا الفرق بين الموسم الماضي والموسم الحالي، ولأول مرة مع مسيرة لامبارد في تشيلسي الفريق يحقق 6 شباك نظيفة متتالية. لحدوث هالشي كان له أسباب عديدة، أول سبب وهو التعاقد الجديد الحارس إدوارد ميندي. قدوم ميندي عوض كثير الفريق عن مشاكل دفاعية، فمع مشاكل كيبا وأخطائه الفردية والأهداف السهلة اللي كان يتلقاها، وأخيرا حارس فعلا بيقدر يتصدى للكرات اللي بتتجه على المرمى. حارس بيعطي ثقة للمنظومة الدفاعية أثناء هجوم الخصم علينا، حارس بيعطيك تصديات ونقاط بوقت أنت بتلعب فيه بشكل سيء، هذا الإشي بيعطيك الثقة في الملعب وبيعطي لعيبتك الثقة حتى لما يكونوا يلعبوا بشكل سيء. وهون بنروح للنقطة الثانية وهو شراكة زوما وتياغو سيلفا. فمع تواجد الفرنسي زوما أيضا إجا 2 من الدوري الفرنسي، فهون صار عندنا عامل اللغة الفرنسية وهم تياغو سيلفا وميندي. عامل اللغة الفرنسية اللغة الواحدة بالفريق جدا مهم، خصوصا بين الحارس وقلبين الدفاع، كان التواصل مستمر بيناتهم، وهذا الاشي ادى الى انه الفريق اللي كان يتعرض لاهداف كثيرة من كرات ثابتة بطل يتعرض لكرات ثابتة، وبالعكس الفريق صار يتحسن في الكرات الثابتة هجوميا مع 6 اهداف للفريق حاليا في الموسم الحالي من 6 كرات ثابتة، وايضا زوما مسجل 3 اهداف وتياغو سيلفا سجل هدف. هذا العامل غير عن العامل انه اللعيبة جدا ممتازة في الدفاع، استقرار دفاعي اكثر، هم ساهموا بشكل اساسي بتحقيق 6 شباك نظيفة في بداية الموسم. زوما وتياغو سيلفا في تمركزهم وحضورهم الفني، ايضا تياغو سيلفا اعطى خبرة للفريق، اعطى ثقة اكثر، لاعب مهم بخبرة كبيرة، صحيح راح يعطينا مباريات يعني مش طول الموسم راح يلعب اساسي، ولكن اللاعب اعطى للفريق خبرة واعطاه ثقة كثير كبيرة في الخطوط الخلفية. اختلاف الاظهرة من ازبيليكويتا والونسو الى جيمس وتشيلويل. حاليا الاظهرة عناصر مهمة في اي اسلوب فني في كرة القدم، صاروا اتطورت اهميتهم، صاروا عناصر مهمة في بناء اللعب وفي تحقيق الموازنة في اسلوب الفريق. تشيلويل قدم اداء جدا ممتاز وقدم عناصر اضافية في الفريق في بناء اللعب، في المساهمة في الهجوم، ايضا جيمس في تمركز العرضي اعطى توسيع للملعب جدا ممتاز وعرضياته جدا مؤثرة على الفريق. هذول الاثنين ساهموا بشكل اساسي في تحسن الفريق اثناء بناء الهجمه، صار عندنا حلول اكثر على الاطراف في تشيلسي، وايضا في نفس الوقت اللعيبه اثنين متوازنين وبيقدموا اداء جيد جدا في الدفاع. نتجه الان لاكثر نقطه برايي اثرت في الفريق وهو عوده زياش. زياش من اللعيبه اللي مهما مدحته ما راح تعطيه حقه، لاعب جدا مثالي في الملعب،
في تحركاته، في بنائه للهجمه، في حلوله اللي بيعطيها للفريق، لاعب بيصنع لك فرص وهو مغمض. يعني حرفيا مش عارف ايش احكي لكم بالضبط عشان اوصف لكم المدح اللي ممكن يعطي حقه لزياش. زياش لاعب جدا مهم لمنظومه تشيلسي، فمع عوده زياش عاد الفريق يلعب في اسلوب 4-3-3، وهذا الاشي اللي هو حسن كثيرا من الفريق. فتأقلم الفريق مع 4-3-3 احسن بكثير من تأقلمه مع اسلوب 4-2-3-1. فمع الاستقرار الدفاعي اللي شرحته سابقا، تواجد كانتي في عمق الملعب كان جدا مثالي. كانتي من افضل اللعيبه في تشيلسي حاليا، عم نشوف كانتي مثل كانتي ليستر سيتي، وهو كانتي اللي مطلوب منه انه يقطع الكره فقط في اسرع وقت ممكن ويعيدها للعيبه. مع تواجد كانتي في عمق الملعب كان معانا ماونت وهافرتز. تمركز ماونت في وسط الملعب، وفي تصريح سابق للاعب قال انه انا بحب العب في وسط الملعب، ماونت في وسط الملعب كان جدا ممتاز، اعطى حيويه اكثر في بناء الهجمه، اعطى اسلوب في بناء الهجمه جدا ممتاز للفريق. ايضا هافرتز يعني مش كثير داخل على الجو الى الان، ولكن مقدم اداء جدا ممتاز، اداء مثالي في وسط الملعب في تحركاته في اسلوبه. الفكره من الاداء المثالي انه اللاعب بيعرف يتحرك بدون كره، واخيرا في تشيلسي لعيبه بتعرف تتحرك بدون كره، بتطلب الكرات خلف خطوط الضغط، بتطلب الكرات في انصاف المساحات. تواجد هافرتز، تواجد ماونت في انصاف المساحات بشكل مثالي بشكل مستمر اثناء بناء الهجمه، هذا الاشي ساعد على بناء هجمه سلس. في الهجوم تواجد فيرنر، فيرنر اللاعب الجديد مقدم اداء جدا مثالي من بدايه الموسم الى حد الان، تحركاته ونشاطه في الملعب، ضغطه على الخصم، طلبه للكرات في المساحات، تحركاته في المساحات، اللاعب جدا ممتاز، مسجل 8 اهداف من 12 مباراه. اللاعب يعني كان واضح، يعني واضح انه لاعب راح يستمر لفتره طويله في تشيلسي في اداء جدا بنسق عالي. اللاعب يوم بعد يوم بيتطور اكثر، صرنا نتعود انه مع كل مباراه لتشيلسي في هدف لفيرنر. ايضا تمركزه على الجناح، ممكن في ناس يعني ما عجبهم توظيف فيرنر على الجناح، لكن الاحصائيات بتقول انه كل ما كان فيرنر على الجناح مع ابراهام في الهجوم الفريق بيسجل اكثر من 3 اهداف، فهي الاحصائيات بتحكي انه فيرنر على الجناح لاعب فعال. ليش؟ لانه لاعب بيدخل دائما للعمق، لما يكون على الجناح بيكون بعيد عن المدافعين، بعيد عن الرقابه الدفاعيه، فبيدخل في راحته على عمق الدفاع. ايضا مع عوده ابراهام الى عمق الملعب واستلامه للكرات وتحضيرها الى الاطراف، هذا الشيء بيعطي فيرنر مساحات كثيره خلف خطوط الدفاع. رغم كل الكلام الايجابي الا انه ايضا في كلام سلبي، فتشيلسي في كثير من المباريات كان يسيطر بطريقه سلبيه على الكره، فكان يحرك الكرة بشكل أفقي زايد عن اللزوم بتحركات مثل يو بدون ما يكون متمركز في عمق الملعب بشكل جيد. أيضا فكرة أنه أنت بتعتمد على عودة زياش، بتعتمد على فكرة أنك بس 4-3 بتقدم أداء جيد، أما في 4-2-3-1 أحيانا بصير عندك سيطرة سلبية. لما لعب ضد مان يونايتد 3-4-3 كان الفريق عاجز عن بناء الهجوم. الفكرة أنك أنت عندك أسماء كثيرة في الملعب، أسماء كثيرة في الفريق، لازم يكون عندك مرونة فنية بأنك تقدر تغير من رسم فني إلى رسم فني آخر بدون ما يتأثر كثير المستوى، وهذا الإشي بصير مش في المباريات، بصير في التدريبات. أنا ما بستلم لامبارد إنه يلعب في 4-3-3 في كل الموسم، لا، أنا بدي فريق يلعب 4-3-3، 4-2-3-1، 3-4-3، ولكن يظل المستوى الفني جيد جدا. أيضا الفريق واجه مشاكل كانت موجودة في الموسم الأول وتكررت في الموسم الثاني، مثل الضغط. الضغط العالي في تشيلسي دائما بيترك مساحات خلفه، فمنشوف الضغط العالي ممتاز من الثلث الأخير والثلث الثاني، ولكن بيترك مساحات خلف خطوط الوسط، خط الدفاع ما بيرتفع بشكل مناسب للضغط العالي بيطبقه تشيلسي، فلازم نشوف يكون الضغط على شكل فترات أكثر من أنك ترتفع في الخطوط بدون ارتفاع من خط الدفاع، لأنك هيك بتترك مساحة جدا خطيرة أثناء ارتداد الخصم. ايضا في مشكله بتكون انه الفريق ما بيسيطر كثير في الثلث الاخير، سيطره الفريق على الكره بتكون في الثلث الثاني فقط. شفت احصائيات بتقول انه سيطره الفريق في الثلث الاخير ضعيفه بمناسبه بين فرق بتنافس على الدوري مثل ليفربول او فريق مثل مانشستر سيتي، فرق بتلعب في جوده عاليه تمام، بتسيطر اكثر على الثلث الاخير، ما بتسيطر في الثلث الثاني. الفكره انك تنقل السيطره الى الثلث الاخير وتسيطر على الكره غاد، لانه السيطره في الثلث الاخير راح تكون اقل سلبيه من السيطره في الثلث الثاني. انك تصعد في كل الخطوط وفي مناطق عاليه افضل من انك تحرك الكره بشكل افقي مستمر. بس الفريق بلش يبين بوادر خير، واخيرا صار في استقرار فني في الفريق، صار في جوده فنيه عاليه، الفريق صار ينتصر ويقدم اداء جيد في نفس الوقت. استقرار على اسلوب 4-3-3، استقرار على نفس الاسماء، هاي الاشياء كلياتها بوادر خير. اكيد لامبارد محتاج وقت، غير انه لساته في موسم الثاني، الفريق تغير تقريبا نص التشكيله الاساسيه تغيرت، فهاي الاسماء محتاجه وقت لا
تقدر تتعود على بعض وتقدر تتعود على الأجواء. أكيد إحنا بنتطلب من لامبارد التحسن المستمر، يبتعد عن الأخطاء اللي بتتكرر في كل مباراة، وفي نفس الوقت بنعطيه الصبر وبنعطيه الوقت ليقدر إنه يقدم أفضل أداء ممكن وينافس على بطولات الدوري وبطولات الأبطال. بهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو، شرحت أغلب الأشياء الفنية اللي كانت في تشيلسي هذا الموسم. الآن في توقف دولي، بانتظار مستوى تشيلسي بعد التوقف الدولي. استنوني في فيديوهات جديدة وبيس.